وللحديث أكثر عن الوضع الاقتصادي في العراق في ظل تقارير اللجنة الاقتصادية النيابية عن مخاطر تهدد الاقتصاد العراقي خلال الأشهر المقبلة، تنضم إلينا الدكتورة هداب فالح الكبيسي، أكاديمية وباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية عبر الخط الهاتفي من عمان. مرحبا بك معنا دكتورة. أهلا، مرحبا بك. دكتورة، اللجنة المالية تقول إن العجز المتراكم في الموازنة بلغ 10 أضعاف المفترض. ماذا يعني ذلك اقتصاديا؟ هل العراق تخطى الخط الأحمر بنسب العجز؟ نعم نعم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة نعم، العراق تخطى كل معاني ومفردات المتعارف عليها في مسألة العجز المالي وفي مسألة الموازنات وكيفية التعامل معها. يعني يشار إلى أن هنالك عجزا كبيرا قد يصل إلى 60 مليار دولار حسب بعض المصادر، وقد يكون أقل من ذلك، ولكن في كل حال من الأحوال هي الأرقام جدا كبيرة. حتى ما أشير إليها في بعض الأحيان قد تكون يعني 30 مليار، أيضا هذا الرقم جدا كبير، وخاصة إحنا في نهايات السنة من 2020 ولحد الآن حتى ما تم تقديمه من مشروع أو خلينا نقول خطة لتكملة السنة وليست موازنة كما أطلق عليها، لأن هذا لا يطلق عليها اسم موازنة وإنما يطلق عليها اسم ميزانية، لأنها لنهاية الأشهر الباقية من السنة، وبالتالي تبقى مسألة الإيرادات التي سيحصل عليها العراق وبالنتيجة في كل خضم هذه الأمور غير معروفة بالضبط. نعم. طيب، إذا كان الأمر كذلك، لماذا لم تتحرك الحكومة لضبط معدلات الجباية الضريبية وضبط المنافذ الحدودية؟ وهذه أحد الموارد المهمة لضبط إيقاع الموارد المتداعية بعد أزمة سار النفط. نعم صحيح، نعم صحيح جدا. يعني نحن الآن في مشكلة جدا كبيرة، لأننا في هذا الوقت يعني من هذه السنة وبالتالي بعد تسلم حكومة السيد الكاظمي، يعني هو نحن أمام مخرجات النظام أو الأنظمة السابقة المتعاقبة من 2003 إلى يومنا هذا، وبالتالي تركت الأمور في المنافذ الحدودية وفي جباية الضرائب، لم تكن هنالك يعني جباية صحيحة أو لم يكن هنالك طريقة صحيحة في التتبع، وبالتالي تركت لجهات قد تكون هذه الجهات أيضا خارج عن سيطرة الدولة، وبالتالي سيطرة الحكومة العميقة كما نسميها، كانت هنالك يد أطول من يد الحكومة في السيطرة على المنافذ الحدودية. تلك هي المشكلة الكبيرة التي عانى منها العراق. الآن عندما جاءت حكومة السيد الكاظمي لكي تسيطر على المنافذ الحدودية من جديد، طبعا هنا أصبح اختلاف في الفكر الاقتصادي والسياسي وبالتالي في كيفية التعامل مع هذه الجهات. نعم. وبالتالي وجدوا أنفسهم أمام موضوع جديد من الصعب التعامل به، ولذلك إلى الآن لم نستطع أن نحصي الضرائب بشكلها الصحيح أو أن نسيطر بشكل تام وكامل على المنافذ الحدودية. نعم تمام. لكن في المقابل دكتورة، هناك بعض الجهات كصحيفة الاندبندنت البريطانية في تحليلها للوضع الاقتصادي في العراق تقترح على الحكومة التالي، تقول أنه ليس أمام العراق إلا أن يتخذ إجراءات تقشفية أو يقوم بتعويم العملة. قد يكون تعويم العملة حلا قاسيا، لكن هل من الممكن في وضع العراق القائم اقتصاده على النفط فقط أن يقوم بهذه الإجراءات؟ لا، في الحقيقة هو ليس من السهل أن تعمل على تعويم العملة في الوقت الحاضر، لأنك ستفقد سعر الصرف الدينار العراقي، وبالتالي ستفقد الثقة به وسينتاب الاقتصاد العراقي تضخم، وعندك أيضا هنالك عدد كبير أو حجم كبير من البطالة، هنالك قوة غير مستخدمة حاليا، وبالتالي هذه القوة لا تحصل على دخول. بمجمل هذه العمليات، لو اتخذت عملية تعويم العملة ستعاني كثيرا منها في الوقت الحالي. الاقتصاد الآن، الاقتصاد العراقي ليس قويا، وبالتالي لا تستطيع أن تقوم بأخذ مثل هذه الخطوة. قد أخذتها بعض الدول العربية قبل سنوات على سبيل المثال مصر، ولكن كانت لديها هنالك جوانب أخرى دعم في الاقتصاد، وبالتالي قوى استطاعت أن تنهض باقتصادها. نحن الآن لا نستطيع أن نقوم بهذه هذا القرار. نعم. وهذا جزء من مشكلة كبيرة أننا أيضا نعاني منها، لا يوجد لدينا الاحتياط الأجنبي الكافي، والاحتياط الأجنبي الكافي الذي لدينا نصفه أيضا غير محسوب، لأنه يعتبر
يعني تحت سندات بالنسبة إلى وجوديته بالنسبة إلى الخزانة الأمريكية كسندات، وبالتالي ليس كسيولة. هنا أيضا حتى الأرقام التي توارد ذكرها ما بين 65 مليار دولار الاحتياط الأجنبي أو أقل من ذلك أيضا لا يمكن الاستفادة منها. طيب. وكما ذكرتم في تقريركم العفو أنها انخفضت إلى 58، ولكن في حقيقة الحال أيضا هذه لا يمكن استخدامها كاملا حتى وإن رجعوا عليها. ماذا بعض. تمام. نعم. دكتورة وصلت الفكرة. نعم. ماذا عن المقترح الآخر وهو التقشف في ظل هذه السياسات التي تتبعها أو يتبعها شركاء العملية السياسية؟ إلى أي مدى يمكن أن يلتزموا بالتقشف الحكومي؟ نعم، يعني التقشف الحكومي نحن هنا يعني أمام نقطة أساسية مهمة، ألا وهي أننا يجب أن نعمل على خفض الإنفاق الاستهلاكي التبذيري الذي كان هذا هو السمة الأساسية للاقتصاد العراقي منذ 2003 لحد يومنا هذا 2020. هذه السمة من الصعوبة أيضا أن تتراجع المؤسسات كلها والوزارات في تخفيضها، مهما سيتم التخفيض لن يكون بالدرجة كبيرة، وبالتالي أيضا سيبقى الاقتصاد مضعضع إلا لو اتخذت إجراءات إدارية كبيرة ومؤثرة في تخفيض الإنفاق العام والمحافظة على، حتى هنا لأن احنا عندما نعمل على التخفيض في هذه المؤسسات يجب. نعم. أن نأخذ بنظر الاعتبار أن نحافظ على الأجور والرواتب والتقاعد المستحقات المالية لهذه الشريحة حتى نستطيع أن نعمل على حصر الاقتصاد وبالتالي نستطيع أن ننهض به. لكن الآن التقشف في الأشهر الأخيرة من السنة أيضا سوف لن يجدي نفعا في الحقيقة، أنه لنهاية السنة أن العراق سيحتاج كما تشير بعض المصادر الأجنبية إلى 65 مليار. نعم. دولار حتى يستطيع أن يحل مشاكله الاقتصادية. نعم. من عمان عبر الخط الهاتفي الدكتورة هداب فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.